معانا على التليفون كابتننا الكابتن اسامه نبيه المدرب العام لمنتخبنا الوطني. كابتن اسامه اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الجمال عليك يا ابراهيم، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك الكرام، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك زي الفل. طيب خليني اسال حضرتك عن عندكم ان شاء الله باذن الله طلب انه يبقى في ماتشين وديين نلعبهم في اغسطس، طلباتكم بقى ايه؟ لانه الخبر اللي عندي بيقول ان احنا طالبين يبقى عندنا من العشرين الكبار من الفرق التقايل، واضح ان انتم مركزين في الارتقاء بالمستوى اللي انتم هتلعبوه علشان حلمكم زي حلمنا ان احنا نروح كاس عالم ان شاء الله. بالظبط كده، احنا الفتره اللي فاتت اشتغلنا على الوصول باذن الله لكاس الامم، والحمد لله ربنا حقق لنا اللي احنا تمناه واللي احنا اشتغلنا عشانه. الفتره اللي جايه الفتره بتاعتنا كلنا، لازم كلنا نكون ايد واحده وجماعيه واحده ولينا فكر جماعي ان شاء الله نشتغل عليه. احنا عايزين فعلا الفتره اللي جايه لاعب فرق من الفرق الكبار في الفرق الكبيره في القاره، وحتى الفرق الكبيره خارج القاره، لان ده فيها استفاده فنيه لينا، لان احنا طبعا داخلين على تصفيات قويه وتصفيات جامده، عايزين نعرف احنا ممكن نغلط فين وممكن نصلح فين وممكن نقابل صعوبات في اي حته. فبالتالي من مصلحتنا ان احنا نقابل فرق من الفرق الكبيره في القاره. احنا كنا مستنيين التصنيف، طلع الحمد لله التصنيف زي ما انت شايف، مثلا المجموعات الى حد ما طبعا متوازنه بشكل كبير جدا، القرعة جت بشكل كبير متوازنه، وبالتالي المجموعه طبعا في مجموعه زي ما احنا شايفينها كلها، مجموعه الجزائر ومجموعه مجموعه قويه قوي، مجموعه زامبيا ونيجيريا والكاميرون، دي مجموعه من المجموعات الكبيره جدا والصعبه جدا، المجموعه اللي ما حدش يقدر فيها يحدد فعلا مين اللي يقدر يوصل ومين اللي يقدر ما يوصلش. وبالتالي احنا كمان محتاجين ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه نشتغل برضو على المجاميع الكبيره والفرق الكبيره في القاره، عشان عايزين نشوف اخطائنا الحقيقه الفتره اللي جايه. طب ده شيء عظيم قوي. طيب امكانيه بقى ان احنا نقدر نعمل ده ايه؟ انا عارف ان هو مش بارادتكم، بس هل انتوا حددتوا اسماء، يعني اخترتوا اسماء معينه منتخبات معينه، فاحنا دلوقتي كاتحاد بنبتدي نكلمها ولا لسه؟ احنا طبعا بنتكلم دايما مع الباشمهندس شهاب ليطه ومع الباشمهندس هاني ابو ريده، ان احنا دايما عايزين فرق التصنيف الاول كلها، وهي ليها طبعا فرق التصنيف الثاني، ولو فرق في خارج القاره ممكن كمان خارج القاره، يعني لو في قاره اوروبا شايف شايف بطوله اوروبا ماشيه بشكل كويس جدا، في فرق كتير في اوروبا ظهرت بشكل كويس جدا. لو اتطرحت اسامي عليك من فرق اوروبا اللي انت شايفها دي، ممكن طبعا هتبقى زيها، يمكن شانها شان الفرق اللي هي بتشتغل في التصنيف الاول في القاره الافريقيه، او شانها شان الفرق الكبيره في القاره الافريقيه. فبالتالي ان هنخاطب الفتره اللي جايه مجموعه اتحادات ان شاء الله باذن الله اللي تتيح الفرصه. انت عارف برضو خد بالك الموضوع شويه داخل القاره بتاعتنا هيبقى فيها شيء من انواع الصعوبه شويه، لان يعني في فرق حتى لحد دلوقتي ما حسمتش وصولها للجابون. ما تقيس الموضوع على نفسك، بس انت ربنا كرمك بوقت فاضي شهر 9 سبتمبر دوت انت فيه فاضي، لكن في فرق، معظم الفرق في القاره الافريقيه لم تحسم صعودها بعد للجابون. في فرق من الفرق، في فرق كبيره صعب حسمتها، يعني المغرب حسمت صعودها، في الجزائر حسمت صعودها، في بس مش كل الفرق الكبيره هي اللي حسمت صعودها، بس انتوا كجهاز فني اكيد بيبقوا مثلا عندكم اختيار، يعني اختيارات الاول مثلا كابتن كل فرق التصنيف الاول، يعني كل فرق التصنيف الاول هي دي اللي بالنسبه لكم اختيار اول، وبعدين يليها فرق التصنيف الثاني، لان انت اللي هتنافسه في مجموعتك هيكون من فرق التصنيف الاول، يعني يعني المجموعه اللي الناس كلها بصلها ان هي فيها فرقه واحده، لا هي فيها فرق، ثلاث فرق، الثلاث فرق كلهم كل ماتشين فيهم بستة بونت، وبالتالي كلها بالنسبه لنا ستة بونت، يعني غانا لو كسبتها مش هتكسب خمسة بونت، مش هتكسب أربعة بونت منها في الماتش الواحد. هو ده اللي بنقوله كمان، الميزه انه عندنا ماتش غانا الاخير ده برضو، يعني ان شاء الله باذن الله هنروح له واحنا مخلصين ان شاء الله باذن الله. بس البدايات بتاعتنا تكون بدايات موفقه باذن الله، وان شاء الله نقدر نحقق باذن الله حلمنا ومشروعنا كلنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله، وكل تمنياتنا ليكم بالتوفيق يا كابتن اسامه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن اسامه نبيه، مدرب عام منتخبنا الوطني.